السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبدع المصري محمد، والنهاردة عندنا فيديو جديد من سلسلة اتعلم تكنولوجي. وفيديو النهاردة هيكون عن طريقة حل مشكلة مساحة التخزين غير كافية. النهاردة يا شباب هنوريكم 9 طرق مختلفة وبسيطة جدا عن حل مشكلة مساحة التخزين غير كافية. طبعا مشكلة مساحة التخزين غير كافية من أهم المشكلات اللي بتواجه مستخدمي أجهزة الأندرويد. فلما نواجه مشكلة مساحة التخزين غير كافية، ما بنقدرش نثبت تطبيقات جديدة أو حتى ننزل صور جديدة أو نتصور صور وفيديوهات جديدة، فبتبقى بثابت مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لأي مستخدم لأي موبايل أندرويد. فاحنا النهاردة هنوريكم 9 طرق مختلفة وبسيطة جدا هتحللك مشكلة مساحة التخزين غير كافية، ومش هتواجه المشكلة ديت أبدا تاني. فيلا بينا، خليكم مع الفيديو. وأول طريقة ممكن نعملها علشان نحل مشكلة مساحة التخزين غير كافية هي شراء كارت ميموري خارجي جديد. زي ما انتوا شايفين ده كده شكل كارت ميموري، وانصحكم يا شباب انكم تشتروا كارت ميموري مساحته كبيرة. يعني مثلا انصحكم بشراء كارت ميموري مساحته اكتر من 16 جيجا بايت. ده مثلا كارت ميموري 4 جيجا فهم كافيين لاني ما بتصورش صور كتيرة وما بصورش فيديوهات كتيرة وكمان ما بنزلش تطبيقات او العاب كتير على الجهاز، تمام؟ فكارت ميموري 4 جيجا يعني كافي بالنسبة ليا، تمام؟ فاحنا هنروح نشتري كارت ميموري خارجي وهننقل كل الصور والفيديوهات او اي ملف صوتي او اي موسيقى او اي ملفات ونحطها على كارت ميموري بدل ما تكون موجودة على الموبايل وتسبب لنا مشكلة مساحة التخزين غير كافية.
الفيديو عادة هينزل على المساحة الداخلية للموبايل، ومع الوقت برضو هتظهر لك مشكلة مساحة التخزين غير كافية، فاحنا مش عايزين المكان ده المشكلة دي تتكرر ونفضل كل شوية ننقل الصور للفيديوهات لكارت الميموري. فعلشان كده هنروح لإعدادات الكاميرا، ومن إعدادات الكاميرا هنختار موقع التخزين. من موقع التخزين هنغير موقع التخزين إلى بطاقة الذاكرة. طبعا عندك هيكون موقع التخزين متعين على الجهاز، لا انت هتغيره وتختار بطاقة الذاكرة. وبكده يا شباب اي فيديو او اي صورة هنتصورها او اي فيديو هنعمله هينزل على طول على كارت الميموري الخارجية تلقائيا. ودلوقتي نيجي للطريقة الرابعة، والطريقة الرابعة هي حذف تطبيقات جوجل غير الضرورية والغاء تفعيلها. طبعا لما نيجي نشتري اي موبايل اندرويد دلوقتي على طول بتنزل معاها تطبيقات جوجل الكتيرة ديت، زي مثلا افلام جوجل بلاي، العاب جوجل بلاي، متجر بلاي، موسيقى بلاي، الخرائط والجيميل والدرايف والصور والترجمة والهانج اوتس والجيميل والصحف والمجلات. اوكي لا سوري، الترجمة متنزلش مع تطبيقات جوجل. المهم يعني ففي تطبيقات كتيرة كده بتنزل مع الموبايل، وساعات المستخدم ما بيكونش بحاجة ليها، وبصراحة يعني ملهاش أهمية. فدوت اللي هيخلينا نروح للطريقة الخامسة اللي هي إلغاء تفعيل التحديث التلقائي من متجر جوجل بلاي. علشان يا شباب لما احنا بنفتح متجر جوجل بلاي ونتصل بالإنترنت بيبدأ يحدث لنا تطبيقات جوجل اللي احنا ما بنستخدمهاش أصلاً وملهاش أي لازمة، ولما بتيجي تتحدث يا شباب بتاخد من مساحة الجهاز. لكن لو احنا مش محدثين التطبيقات ديت وعاملين لها الغاء التفعيل او حذفينها، فمش هتاخد من مساحه الجهاز، رغم ان هي هتكون موجوده فعلا، ولكن التطبيقات اللي هي موجوده وما بينفعش تمسحها ما بتاخدش من مساحه الجهاز، فدي بتبقى موجوده وبتعتبر من تطبيقات النظام. اوكي نبدا اولا بالطريقه الرابعه، وهي حذف التطبيقات تطبيقات جوجل الغير الضروريه. يعني انا مثلا افلام بلاي ديت بتاخد من مساحه الجهاز، بصراحه بعتبرها من تطبيقات جوجل غير الضروريه، فايه يا شباب اعمل لها الغاء تفعيل. وطبعا لو في اي تحديث فالتحديث دوت بيتمسح بمجرد ما انا اعمل لها الغاء تفعيل وبتختفي من تطبيقات الجهاز. وطبعا بنعمل نفس الطريقه مع كل تطبيقات جوجل الغير الضروريه. فمثلا تطبيق الصحف والمجلات من جوجل، لو انا جيت اعمل له الغاء التفعيل زي ما انتم شايفين مكتوب الغاء التثبيت، فمعنى كده ان التطبيق دوت متحدث قبل كده من متجر جوجل بلاي من غير ما انا اعرف. فلما انا اعمل له الغاء التثبيت بيبدا كده يتعمل له الغاء التثبيت، وبعد كده لما بيفضل موجود التطبيق تاني، ولكن انا بعد كده بعمل له الغاء التفعيل علشان خاطر يختفي خالص من الجهاز لو كان من التطبيقات الاساسيه. تمام. والطريقه الخامسه وهي الغاء تفعيل التحديث التلقائي من متجر جوجل بلاي. صراحه يا شباب مشكله التحديث التلقائي من متجر جوجل بلاي يعني بصراحه عصبتني وجابت لي مشاكل كتيره جدا. فلما يكون ميزه التحديث التلقائي من متجر جوجل بلاي متفعله، بيبدا هو تلقائيا يعمل لي تحديث لتطبيقات جوجل اللي انا اصلا مش محتاجها او مكتفي بالتطبيق اللي نازل مع الجهاز نفسه. فيعني لو مفيش، يعني لو عايز تحدث اي تطبيق جوجل ضروري مثلا انت بتستخدمه زي مثلا اليوتيوب وبحث جوجل، فانت بتحدثه يدويا من خلال متجر جوجل بلاي. ولكن بالنسبة لبقية التطبيقات غير الضرورية فانصحك انك تعمل لها الغاء تفعيل زي ما قلنا في الطريقة الرابعة او الغاء تثبيت. وبعد كده في الطريقة الخامسة نبدأ بقى ايه، نلغي تفعيل التحديث التلقائي من متجر جوجل بلاي. اوكي نسحب لليمين كده او نضغط على الثلاث شرط الموجودة هنا، ننزل تحت يا شباب نختار الاعدادات. من الاعدادات هنيجي عند خيار تحديث التطبيقات تلقائيا او اوتوماتيك ابديت، اوكي زي ما يكون مكتوب بقى، وبعد كده نختار عدم تحديث التطبيقات تلقائيا. وكده يا شباب مفيش اي تطبيق هيتحدث وياخد من مساحة الجهاز من غير علمك. والطريقة السادسة وهي تفريغ الهاتف من الصور والفيديوهات كل فترة، يعني كل ما تخلص المساحة هننقل الصور وملفات الفيديو لفلاشة او كمبيوتر لحفظهم خارج الهاتف وتوفير المساحة. طبعا الطريقة ديت يعني بتنفع وفعالة جدا لو ما كانش عندك كارت ميموري خارجي، او حتى لو خلص منك كارت الميموري الخارجي. اوكي بنوصل الجهاز عن طريق كيبل يو اس بي زي ما انتم شايفين بالمنظر دوت. اوكي يا شباب بمجرد ما نوصل الجهاز لازم نتأكد يا شباب، او قبل ما نبدأ نوصل الجهاز، ان الجهاز مفتوح. اوكي يا شباب هنلغي القفل الخاص بالجهاز.
اه يا شباب، والجهاز اصبح مفتوح تمام. بمجرد ما تفتح الجهاز هتبدأ يظهر معاك الجهاز بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين. هيظهر معاك الجهاز والملفات الموجودة داخل الجهاز. طبعا لو ما ظهرتش معاك القائمة ديت هنقفل، وبعد كده هنختار سيس بي سي او ماي كمبيوتر. ومجرد ما نفتح ماي كمبيوتر هتلاحظ ظهور ديسك جديد باسم الجهاز. الديسك دوت يا شباب من خلاله نقدر نتحكم في الملفات والصور الخاصة بالجهاز وننقلها على الكمبيوتر تمام. هنفتح كده الديسك دوت، هيظهر لنا هنا داخل الديسك دوت ديسكين او فولدرين. اول فولدر وهو كارد او الكارت الخارجيه، وتاني فولدر اللي هو الفون. طبعا المهم عندنا اللي هو الفون تمام. هنبدا كده يا شباب ندخل على الفون اوكي. وطبعا زي ما قلت لكم فولدر دي سي اي ام هو اللي بيبقى موجود بداخله صور الفيديوهات اللي اتصورت عن طريق الكاميرا تمام. وطبعا لو في اي صور وفيديوهات موجوده في اي مكان في الموبايل فانت بقى بتبدا ايه تنقلها للكمبيوتر تمام. طريقه النقل بسيطه جدا اوكي. طبعا انا ما عنديش صور وفيديوهات على الموبايل لاننا نقلناها على كارت الميموري. هبدا اخش على الكارت بدل الموبايل. من الكارت هنبدا نبحث عن فولدر دي سي اي ام. فولدر دي سي اي ام زي ما قلت لكم هو ده الفولدر اللي احنا عايزينه تمام. هنضغط عليه كده. بعد كده هنلاحظ هنا وجود فولدرات كتيره. اهم حاجه وهي فولدر الكاميرا. فولدر الكاميرا اللي بيبقى موجود عليه كل الصور اللي احنا صورناها وكل الفيديوهات اللي احنا عملناها عن طريق الكاميرا. طبعا بتبدا كده تضغط كليك يمين كات علشان خاطر تمسح الصور من الموبايل وتبدا بقى ايه تنقلها للكمبيوتر اوكي. نختار زيس بي سي تاني. نختار بقى يا شباب اي ديسك او اي فولدر عايزين ننقل الصور ليه تمام. هنعمل نيو فولدر مثلا. هنسمي الفولدر دوت، هنسمي الفولدر دوت مثلا صور وفيديوهاتي اوكي. هنبدا نضغط انتر. بعد كده بقى ايه نفتح فولدر صور وفيديوهاتي ونضغط كليك يمين في اي مكان. بعد كده نبدا نضغط على بيست علشان خاطر ننقل الصور والفيديوهات من الموبايل او من كارت الموبايل زي ما قلت لكم الى ايه الجهاز. طبعا زي ما قلت لكم ممكن ننفذ الطريقه ديت كل شهر مثلا، يعني كل ما تخلص منك المساحه تبدا تعمل الطريقه ديت علشان خاطر الصور والفيديوهات تبدا تتفرغ على الكمبيوتر، وبكده تحفظ الصور والفيديوهات الخاصه بيك على الكمبيوتر وفي نفس الوقت تفضي مساحه من على الموبايل اوكي. طبعا ممكن مثلا تحفظ الصور المهمه فقط وبقيه الصور والفيديوهات اللي هي يعني تعتبر مذكرات مثلا او فيها ذكرى سعيده او ايا يكن بقى عن ايه الفيديو او عن ايه الصوره تبدا تنقلها على الكمبيوتر وتسيب فقط الفيديوهات والصور المهمه اللي انت محتاجها تمام. وبكده برضو نكون وفرنا مساحه في الموبايل تمام. والطريقه السابعه، لو ما كانش عندك كمبيوتر او حتى ما تقدرش تشتري كارت ميموري خارجي، فالطريقه السابعه ديت هتحل لك كل المشاكل. والطريقه السابعه هي حفظ الصور والفيديوهات على احد مواقع التخزين السحابي بدلا من حفظهم في الهاتف او حتى كارت الميموري او حتى الكمبيوتر. فعندك مواقع التخزين السحابي وهي عباره عن مواقع بتسمح لك انك تخزن الصور والفيديوهات على الانترنت، ولكن انا بصراحه يعني ما بنصحش انك تقوم بالعمليه ديت علشان خاطر الصور والفيديوهات مش كل المواقع هتبقى امنه ومش كل المواقع امينه وهتحفظ لك الصور والفيديوهات من غير ما تستخدمها لمصالحها الشخصيه. ولكن انت تقدر تبحث على جوجل وتعرف افضل واضمن 10 مواقع للتخزين السحابي زي ما انتم شايفين اهو. ببحث على جوجل وببدا كده ايه اعرف معلومات عن مواقع التخزين السحابي، واقدر اعرف من على جوجل ازاي اقدر استخدم مواقع التخزين السحابي. والطريقه الثامنه يا شباب، وهي طريقه فعاله جدا، وهي طريقه تحميل برنامج كلين ماستر او برنامج كلين ماستر لايت للاجهزه الضعيفه علشان تتخلص من القمامه والملفات المخفيه. برنامج كلين ماستر يعني برنامج جميل جدا جدا جدا، ومن اهم المميزات فيه ان هو بيوفر لك المساحه عن طريق حذف ملفات الاعلانات. طبعا لما بتحمل اي تطبيق بتظهر عليه اعلانات، والاعلانات دي بتتخزن في الجهاز علشان خاطر لما تظهر لك تاني ما يحتاجش التطبيق انه يحملها من على الانترنت، يبدا يعرض لك الفيديو الخاص بالاعلان على طول. وكمان في ملفات كتيره جدا بتبقى مخفيه وملفات كمان ما بيكون الجهاز ما خلصت منها او لسه موجوده في الجهاز. طبعا بيكون صعب عليك جدا انك تحصل على الملفات ديت، ممكن ممكن تمسح ملفات غلط تؤدي بالاضرار بالجهاز. ولكن برنامج كلين ماستر هينظم لك كل الامور ديت وهيمسح لك كل الملفات ديت من غير ما تقلق على اي حاجه خالص. طبعا برنامج كلين ماستر عادي جدا تحمله من خلال متجر جوجل بلاي. انا حسن البرنامج كلين اهو يا شباب. طبعا لو جهازك بطيء خالص وما يستحملش انك تحمل تطبيق تاني، ممكن تحمل برنامج كلين ماستر لايت زي ما انتم شايفين دوت البرنامج الخاص بالاجهزه الضعيفه.
تمام. انا مش مشكله احمل البرنامج كريم ماستر، زي ما انتم شايفين انا زائد نفسي محمله، تمام. يعني انا عن نفسي انا حامل البرنامج، اوكي هعمل له تحديث عشان ينزل المميزات الكتيره للبرنامج، وننتظر عمليه التحميل، وهنرجع لكم بعد عمليه التحميل وهنشرح لكم ازاي تستفادوا من البرنامج وتمسحوا الملفات الاضافيه او ملفات التراش اللي ملهاش لازمه، وتاخد مساحه من مساحه الجهاز، وبتبدا تعمل لك مشكله مساحه تخزين غير كافيه. اوكي يا شباب، وهي هي الميزه اللي احنا بنتكلم عليها، وهي ميزه ملفات المخلفات. نفتحها او نضغط على ميزه ملفات المخلفات، هيبدا كده البرنامج على طول يفحص الموبايل ويشوف عنده في قد ايه من ملفات المخلفات موجوده في الجهاز. اهو يا شباب زي ما انتم شايفين، ففي 529 ميجا بايت من ملفات المخلفات موجوده في الجهاز، ومن وطبعا في منهم الاعلانات اهم زي ما انتم شايفين اعلانات، وفي منها التطبيقات اللي انا مسحتها ونسيت امسح ملف الاي بي كي، وفي منها ملفات تانية كتيره جدا موجوده وما لهاش اي لازمه، وفي حاجه اسمها ذاكره النظام، وديت يا شباب بننضفها عادي جدا وما بنقلقش منها، تمام. هنبدا كده نعمل عمليه تنزيف المخلفات. اهو يا شباب، وكده بضغطه زر وفرنا نص جيجا بايت بحالها من الجهاز. والطريقة التاسعة عندنا هي استبدال التطبيقات الصغيرة بتطبيقات خفيفة الحجم أو بنسخة اللايت لتوفير المساحة. يعني مثلا كأبسط مثال برنامج كلين ماستر، فهو برنامج يعتبر كبير نوعا ما، وعلى الرغم من كده هو 19 ميجا بايت بس، ولكن طبعا لو ما عندكش مساحة أو عايز توفر مساحة فممكن تحمل تطبيق كلين ماستر لايت، وهو برضو برنامج كلين ماستر بنفس المميزات، ولكن في شوية حاجات منه محذوفة، فعلشان كده بيبقى عبارة عن برنامج مصغر من برنامج كلين ماستر التاني. برضو نفس الكلام لو عندك تطبيق الفيسبوك، يعني حجمه تقيل وحجمه كبير وكمان تقيل جدا على الجهاز، فممكن تحمل تطبيق فيسبوك لايت. وتطبيق فيسبوك لايت يعتبر النسخة الخفيفة من تطبيق فيسبوك، زي ما انتوا شايفين اهو فيسبوك لايت طبعا بيدعم لك كل مميزات الفيسبوك، ولكن البرنامج دوت حجمه يعني حجمه اقل من برنامج الفيسبوك الفعلي. وبرده نفس الحكايه ممكن تحمل البرنامج ماسنجر لايت بدل ما تحمل برنامج الماسنجر التقيل، تمام. طبعا في تطبيقات كتيره جدا بتدعم، طبعا في تطبيقات كتيره جدا موجود منها نسخه اللايت او النسخه الخفيفه، تمام. يبقى دي يا شباب كانت الطريقة التاسعة، وهي استبدال التطبيقات الأصلية أو التطبيقات التقيلة أو التطبيقات اللي حجمها تقيل بالتطبيقات الخفيفة أو بنسخة اللايت منها. وبالتسع طرق أو التسع نصايح اللي احنا شرحناها، أبدا أبدا يا شباب مش هتواجهكم مشكلة مساحة التخزين غير كافية، وعلشان خاطر احنا بالتسع طرق اللي احنا شرحناها ديت يعني عملنا توفير خرافي جدا للمساحة، وكمان حلينا مشكلة مساحة التخزين غير كافية نهائيا، تمام. طبعا اتمنى تجربوا التسع طرق كلها، واكيد اكيد 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 هتستفادوا من التسع طرق كلها، وابدا ابدا ابدا يا شباب مش هتواجهكم تاني مساحة التخزين غير كافية. وللي ما يعرفش يا شباب يعني ايه سلسلة اتعلم تكنولوجي، هتظهر لك كده على الفيديو بطاقة ممكن تظهر في الجزء العلوي اليمين من الفيديو او الجزء العلوي الايسر من الفيديو. طبعا هتدوس على البطاقة اللي هتظهر دلوقتي، المفروض تكون ظهرت يا شباب، وهتوجهك الفيديو يعرفك يعني ايه سلسلة اتعلم تكنولوجي. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، واذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على لايك علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس وتستفادوا منه. ولو عايزين يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها على القناة، ما تنسوش تشتركوا في القناة عن طريق الضغط على الزر الاحمر سبسكرايب وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد اول باول بمجرد ما ينزل على القناة. وما تنسوش تتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات. وبس، والسلام عليكم ورحمة الله.